بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نحن حاليا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، والتي يندرج في المثلث الهرمي لها عدة إدارات فرعية، ومن هذه الإدارات المكتب المركزي الوطني لدولة الكويت، ونحن نقوم هنا بدعم نشاطات المكتب المركزي من خلال الإدارات التخصصية في الإدارة العامة للمباحث الجنائية. ولذلك في حالة ورود أي استفسار أو طلب من منظمة الانتربول أو أي دولة من دول الأعضاء في سبيل مكافحة هذه الجرائم بالسرعة الممكنة، وذلك لما آلت إليه الجريمة مثل ما أنت عارف اليوم من سرعة وتعديها بين الحدود بين الدول بشكل سريع، فوجب علينا اليوم مواكبة هذا التطور من خلال نقطة الاتصال والمتمثلة في المكتب المركزي الوطني بدولة الكويت، وساند في ذلك جميع الإدارات في الإدارة العامة عندنا في المباحث الجنائية، سواء الجرائم الإلكترونية أو جرائم المال أو الأحداث أو البحث الجنائي. كذلك لنا اتصال مباشر مع الأدلة الجنائية في دولة الكويت، ممكن الاستعانة بأي قطاع تحت مظلة وزارة الداخلية في أسرع وقت ممكن، وقطاعات الدولة كذلك كافة. وكذلك يعني عندنا في مبادرات في دعم مبادرات كثيرة، يعني في دعم نشاطات دول الإقليم، اجتماع ضباط الاتصال لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد في عام 2012، وأيضا عندنا المؤتمر الإقليمي الأول لأجهزة إنفاذ القانون المعنية في مكافحة جرائم الملكية الفكرية والإتجار غير المشروع في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي عقد في عام 2015. وحاليا مثل ما انت عارف احنا يعني نعمل جاهدين مع جميع الجهات المعنية في الدولة تحت اسم عملية درع بالتعاون مع منظمة الانتربول لمكافحة جرائم الملكية الفكرية والإتجار غير مشروع في الدولة، ومتابعة هذه الجرائم الممتدة إلى أي دولة من دول الإقليم أو دول الأعضاء في منظمة الانتربول الدولي، وسوف يتم الإعلان عن نتائجها إن شاء الله في وقت لاحق. وختاما أشكر منظمة الانتربول على تنظيم هذه الفعالية، والشكر موصول لجميع العاملين في القطاعات الحكومية المشاركة في هذه الفعالية، وأقول ختاما الله يعطيكم العافية، مشكورين وما قصرتم.